من السابعة وفيها. حفتر يحكم سيطرته على الموانئ النفطية، والمؤسسة الوطنية للنفط تعلن استلامها، فما أبعاد ذلك سياسيا واقتصاديا؟ جهاز الخدمات العامة يعلن نهاية تراكم القمم في شوارع العاصمة مع نهاية هذا الأسبوع. بعد احتكار سوقها على غير الليبيين ولسنوات، الشباب الليبي يقتحم مهنة الحلاقة ويدخل سوقها. أهلا بكم. بعد مهاجمة حفتر للموانئ النفطية وبحجة استرجاعها، اختفى الجدران وقواته وتعاقبت البيانات السياسية حول ما حدث، وبين إدانة ورفض وتهديد استقر الرئاسي المقترح على اعتبار ما حدث أمرا واقعا، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مباركتها واستلامها لتلك الموانئ. فكيف يمكن قراءة المشهد السياسي وما أبعاده القريبة والبعيدة؟ وهل تنتهي الأزمة النفطية بمجرد خروج رئيس المؤسسة الوطنية للنفط على الإعلام وإعلانه استلامها، أم أن انطلاق التصدير وحصاد عوائده يحتاج وقتا أطول من ذلك وإجراءات أكثر تعقيدا من البعلان؟ مناقشة الموضوع اقتصاديا ينضم إلينا الباحث في شؤون النفط والغاز علي رشوان عبر الهاتف. سيد علي، أهلا بك للسابعة. أهلا وسهلا بك سيد الكريم، والاسم تصحيح عيسى رشوان. سيد عيسى، هل يمكن فعلا البدء بتصدير النفط بمجرد استلام المؤسسة للموانئ، أم الإجراءات أكثر تعقيدا من المعلن؟ لا، في حال بما أن المؤسسة الوطنية للنفط قد استلمت وقد قام السيد مصطفى صنع الله بزيارة الموانئ وميناء الزويتينة كمرحلة أولى للمرأة استلام هذه الموانئ، فتبدأ في حالة تقييم الأضرار السابقة لهذه الموانئ ومدى جاهزيتها للتصدير. وهذه العملية قد تستغرق فترة معينة ما بين أسبوع أو 10 أيام. نعم. طيب سيد عيسى، إن بدأ فعلا تصدير النفط، كم يحتاج من الوقت لانتعاش الاقتصاد الليبي؟ بداية كمؤشرات الاقتصاد الليبي تعتمد على مدى استقرار وثبات مصادر الدخل الليبي، حيث تم إخراج هذه القوات وما يسمى إبراهيم جدران أو حرس المنشآت النفطية برئاسة علي الأحرش. أول هذه المؤشرات انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار الليبي، هذه أول مؤشرة، وسوف تستمر هذه العملية خلال شهر، سوف تكون بمعايير أوضح. نعم، قصد التوقيت، يعني التوقيت بالضبط متى يبدأ الاقتصاد الليبي ينتعش في حالة بدأ التصدير النفط؟ الاقتصاد الليبي ينتعش كمنظومة اقتصادية كاملة، وليست معتمدة على طرف واحد أو الذي هو طرف تصدير النفط. فهناك إشكالية كبيرة في عملية تهريب المحروقات النفطية عن طريق مصفات الزاوية. عندما نقول انتعاش اقتصاد ليبي بشكل شمولي وبالنظرية بالاقتصاد المتكامل، علينا ننظر لجميع هذه المعايير، فلا يعني شيء أن دخول عملية تصدير النفط وفي نفس الوقت هناك عملية تهريب النفط في طرف ثاني. طيب سيد عيسى، يعني بمجرد ما يبدأ التصدير النفط يعني وانتعاشه، يعني المواطن يتساءل، هل يرتبط ذلك بالدولار، بنزول سعر الدولار، أم هناك، هل الإعلان فتح الموانئ النفطية له فعلا دور في انتعاش الاقتصاد؟ بمجرد بدء عمليات التصدير النفطي ورجوعها إلى نفس المعدلات السابقة، نتمنى أن يصل إلى 1 مليون برميل يومي، فإن هذه المؤشرات سوف تعطي مدى وثوقية للسوق الليبي والاقتصاد الليبي لكي للمساهمين أو المستثمرين أو أصحاب العلاقة بالاقتصاد الليبي، حيث سترتفع قيمة الدينار الليبي مقابل الدولار أو العملات الثانية. هذا الارتفاع سوف يلاحظه المواطن بشكل مباشر من عملية صرف سعر الدولار وتوفر السيولة في أغلب قطاعات الاقتصاد الليبي. طيب ابقى معنا سيد عيسى، ولمناقشة الأبعاد السياسية ينضم إلينا وزير الصناعة في الحكومة الانتقالية
السيد محمود الفطيسي. أهلا بك إلى السابعة سيد محمود. مساء الخير، مساء الخير لك ولضيفك. نعم نعم سيد محمود. سيد محمود، إلى أي حد برأيك ستؤثر سيطرة حفتر على الموانئ النفطية على المعادلة السياسية حاليا؟ ولا بالنسبة للسياسة طبعا هي قضية الصراع اللي حادث هذا طبعا الآن، يعني بعد 2011 تجاذبات السياسية، وطبعا بدأت حتى معارك عسكرية الذي يتحصل عليه السيد حفتر باقتحامها للموانئ النفطية. طبعا هذا يعني يعتبر كسب كبير بالنسبة لي هو، لأنه هو الحقيقة لم يحقق أي نصر عسكري فترة العامين الماضيين. طبعا هذه تعطيه حقيقة يعني نوع من الدفع المعنوي بأنه هو يعني هو حقق ولو شيئا بسيطا، وأعتقد أن هذه هي الصفقة، هي أن المراد هو التخلص من جذران، وهذا شيء طيب. لا اعتقد اي احد من الليبيين زعلان على جذران، لان جذران حقيقه يعني كان يعني سبب هلاك كبير للاقتصاد الليبي، وكانت القضيه كيف يتم التخلص من جذران. يعني جذران محميه قبليا، وكذلك طبعا رفع شعار جمال فرقة والى اخره. فاللي حصل الان، طيب عن سيد، تم ضرب اكثر من عصفور بحجر. سيد محمود، هل تعتبر اصلاح الخطا بالخطا، بما انه تمثيل حفتر والسيطره على تمكين حفتر والسيطره على الموانئ النفطيه؟ والله هي قضيه تمكين حفتر من عدمها مش عارفين، احنا ما زال الامور مش واضحه. هي قضيه ان هل حفتر فعلا الان حيكون هو المسيطر على الموانئ النفطيه، ام ان هي القضية أنه يعطى هو يعني كما نقول الصيت فيما يتعلق بأنه هو الذي استرجع المواني، ولكن من سوف يدير المواني والتصدير، وأين تذهب الأموال؟ هل تذهب إلى مصرف مركزي فعلا في طرابلس اللي هو المركزي الموحد، أم أنها تذهب إلى مركزي بنغازي البيضاء؟ فهذا هو الامر الذي حقيقه سوف نعرفه فيما بعد. لكن اعتقد ان هو اعطي الان، هو عند الكسب السياسي تحصل عليه السيد حفتر، ولكن الايام سوف تقول، لان هي حقيقه الدول السته هذه التي اعلنت امتعاضها من القضيه هي ضالعه في القضيه اصلا، هي التي رتبت في هذا الحدث اساسا. يعني طيب سيد محمود، على صفحتك الرسمية وصفت بما يحدث الآن بحفظ ماء وجه حفتر، ماذا تقصد بذلك؟ نعم بالله معلش السؤال. في صفحتك الرسمية وصفت ما حدث بأنه حفظ ماء وجه حفتر، بماذا تقصد بذلك؟ نعم هو حفظ ماء، قلت أنا حفظ ماء لوجه جذران اللص، أقولها بكل صراحة، لأن جذران لازم أن يحاكم. كيف الحي، وهذه طبعا نقاط الان يجب ان يطالب بالمجلس الرئاسي ومجلس النواب، لان جذران كيف ان له ان يهرب وفي رقبته قضيه مطلوب من النائب العام هو جذران اساسا، يعني واكثر لانه الهيئه لم يحقق اي انتصار لا في بنغازي ولا في درنا، وهو الان يعني يدعم من جميع الدول، من فرنسا ومن الامارات ومصر، واعطي الحقيقه هديه أنا هو تفضل يا سيدي حل لنا القصه هذه، تعال انت دير شو، وهم متفاهمين هم وجدران، والعمليه واضحه اصبحت، يعني اصبحت اللعبه واضحه جدا جدا، يعني ما عادش بالدرجه اللي بنقوله بالليبيا. طيب سيد محمود، بعد اعلانات المؤسسه الوطنيه للنفط ومباركتها يعني بشكل مباشر او غير مباشر، والمجلس الرئاسي ايضا، هل سيكون دور حفتر في المشهد السياسي يعني في الجولات القادمه للحوار؟ حفتر لم يعترف الى الان بالمجلس الرئاسي ولم يعترف بالاتفاق. حفتر يريد ان يحكم ليبيا ويريد هؤلاء كلهم تحت جزمته العسكريه. هذا هو في هذه نواياه، وحفتر لم يخفي حفتر هذا ابدا على الاطلاق. يعني قد نختلف مع البعض او نختلف مع البعض في قضيه من يحكم ليبيا فيما بعد، نظرا لما هو موجود الان من كتب الميليشيات كما اقول الحرابه والفوضى وهذه كلها. لكن بالنسبه لحفتر من 2014 اعلن انه يريد ان يحكم ليبيا، جمد الدستور
وهو لا يريد ان يحكم ولو يوم، رغم انه الان يعني بلغ من العمر عيتية. نعم سيد محمود، وصلت فكرتك. السيد محمود الفطيسي وزير الصناعة في الحكومة الانتقالية، شكرا جزيلا لك. وما زلنا في هذا الموضوع، وما زال معنا السيد عيسى. سيد عيسى رشوان، هل أنت ما زلت معنا؟ نعم تفضلي. طيب سيد عيسى، هل فعلا يعني إن بدأ إن استطاعت المؤسسة الوطنية في تصدير النفط، هل فعلا سترجع الشركات الأجنبية لاستئناف أعمالها؟ هل الموضوع بهذه البساطة أو بالسهولة؟ هل في الإمكان لتعقيب على رد دكتور محمود الفطيسي، لأن أثر بعض النقاط ولم يكن فيها واضحا؟ سيد عيسى أرجو عدم شخصنة الأمور ولك الهواء. لا ليست شخصنة، بس للإيضاح. سيد مصطفى صنع الله أتى من المؤسسة الوطنية للنفط من طرابلس، وأتى لميناء زويتينا، حيث تدار سوف تدار العمليات النفطية بالكامل في جميع هذه الموانئ من خلال المؤسسة الوطنية لنفط طرابلس. إيرادات هذه المبيعات سوف تذهب إلى المصرف العربي الخارجي والذي مقر في ذات العماد في طرابلس. سوف يتم تحويل المصرف العربي الخارجي إلى مصرف البيع المركزي الذي هو موجود في طرابلس. فأرجو عدم تكلم بلغة غير واضحة. سوف تدار العملية النفطية كما هي بالسابق. بالنسبة للمؤسسة الوطنية للنفط التي تتبع حكومة السيد عبد الله السيسي، عفوا سيد عيسى، هي مجرد حبر على ورق. أعتذر سيد عيسى، كيف تأكدت من هذه النقطة بالذات؟ هذه النقطة بالذات، ما الذي يضمن ان الاموال ستودع في المصرف المركزي في طرابلس؟ لقد صرح بها السيد مصطفى صنع الله. السيد مصطفى صنع الله اتى من طرابلس والان سوف يعود الى مقر المؤسسة الوطنية للنفط الاصلية في طرابلس. نعم، ماذا عن سؤالنا؟ كنت قد سألتك، هل فعلا بمجرد ما يبدأ تصدير النفط وتدعو تعود الشركات لاستئناف اعمالها، هل هذا بهذه السهولة وبهذه البساطة؟ لا، ليست بهذه الصورة وبهذه البساطة. سوف تحتاج إلى فترة زمنية ليتأكد المستثمر النفطي أو المستثمر في القطاع النفطي من ثبات واستقرار الإدارة والإدارة السياسية في الدولة. طيب كباحث يعني في النفط والغاز، كيف تقدر هذه المدة؟ صعب جدا، لابد أن يتم التوافق السياسي أولا. مجرد أن يتم التوافق السياسي ف تستطيع أن تقترح مدة زمنية معينة. نعم، وصلت فكرتك السيد عيسى رشوان والباحث في شؤون النفط والغاز، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل. مدير شركة الخدمات العامة يتحدث للسابعة حول إمكانيات الشركة من التخلص من تراكم القمامة. أهلا بكم. وككل عام تتراكم القمامة في عيد الأضحى، ومع تزايد عدد السكان تزداد كمية المخلفات التي تتراكم والتي يساهم ارتفاع الحرارة في زيادة ضررها بتكاثر الحشرات حولها وانتشار الروائح التي تزعج سكان المناطق القريبة من تلك المكبات. جهاز الخدمات العامة أفاد السابعة بأنه تبع لخطة عمل الجهاز، فإن هذا التراكم سيختفي مع نهاية هذا الأسبوع. وحول هذه التأكيدات ينضم إلينا في الاستوديو مدير عبر الهاتف مدير شركة الخدمات العامة السيد بشير العوكني. أهلا بك إلى السابعة سيد بشير. عليكم وكل عام وخلاة النبأ وليبيا بخير إن شاء الله يا رب العالمين. سيد بشير، هل تسمح إمكانيات جهاز الخدمات العامة فعلا من التخلص من القمامة المتراكمة في شوارع العاصمة خلال هذا اليومين القادمين؟ لا، واحنا تخلصنا منها والفضل لله. انت تعرفي العاصمه اصبحت معاش العاصمه، اصبحت الدوله الليبيه متمثله في العاصمه. الان العاصمه يختي يقتنها اكثر من 3 مليون ساكن، اي بمعدل ننقله حوالي في 5000 طن في اثناء فتره العيد، وشبه تخلصنا من الازمه وسيطرنا عليها من اليوم ان شاء الله. بدينا في العمل الطبيعي ان شاء الله. بداتم العمل اليوم سيد بشير، متى تنتهون؟ لا، قصدي الفكر ان الوضع رجع طبيعي من اليوم، ولكن احنا الان ما نفوش طبعا،
سواء كان في مناسبات دينيه او في اليوم العادي ما عندناش العمل يومي بالنسبه لنا، احنا العمل روتيني ويومي من الجهات اللي ما تنطبقش عليها العطل والمناسبات. طيب سيد بشير، هل تواجهكم اي مشاكل في ازاله القمامه من الشوارع؟ نعم 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 تواجهنا. ما هي هذه المشاكل؟ المشاكل متمثلة في المشاكل اللي تمس المواطن، المشاكل اللي تمس المواطن تأثر فينا كشركة. طبعا احنا عندنا عمالة أجنبية تقاضت مرتباتها ولم تتحصل على 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 سكوكها من 4 أو 5 أشهر، مما سبب لنا عزوف في العمالة وانقطاع العمالة وقلة العمالة بسبب المشكلة هذه اللي تمس المواطن وتمس العمالة متاعنا الأجنبية وحتى العمالة الوطنيين. انت تعرفي تم صرف المرتبات يوم 3 ذي الحجة و 4 ذي الحجة، هل العامل بيجي بيخدم ولا بيمشي يسحب مرتبه؟ هذه مشاكل اثرت في الناس كلها واثرت في الحركه بالنسبه للشركه الصراحة. طيب مع هذا العزوف من قبل الجهات المختصه، هل تمكنون من ازاله القمامه يعني خلال اليومين القادمين؟ انا ما نقدرش نعطيك كلام الا كلام منطقي وكلام علمي وكلام ارقام. احنا معدل القمامه في الايامات العاديه ننقله في 2700 طن، الان من خلال الميزان اللي في الشركه اليوم الاول اليوم الثاني مثل العيد وصلنا ل 5000 6000 طن، والكلام هذا يشهد عليه مكب المرحلة يا أبو سليم. لو كانت تشوفيه تشوف الكميات اللي تم نقلها من شوارع مدينة طرابلس وبمتابعة عمداء البلديات ومخاتير المحلات وكل الوسائل العالمية اللي في مدينة طرابلس تشهد بذلك. أن طرابلس الآن زي ما سبق وذكرت لك تعدادها يتجاوز 2.5 مليون، ما يتماشاش حتى مع امكانياتنا، ولكن بفضل عزيمه الشباب واصرارهم وكل العاملين في الشركه واللي معناها تصوري فيه اللي 3 أيام زرت بعضهم يومين نلتقي في الشوارع وفي الميادين، الحمد لله. يعني نوعدك ان الوضع طبيعي من اليوم العشيه، رجع الوضع طبيعي في مدينه طرابلس، بلديه طرابلس مركز، بلديه سوق جمعه، ابو سليم، كل البلديات، ما الوضع طبيعي جدا ومن قدوه. طيب سيد بشير، الاليه اللي انتم تتبعوها من لازاله هذه القمامه يعني كيف هي؟ يعني كيف تجري؟ الآلية احنا طبعا لكل بلدية مكتب خاص بمكتب خدمات النظافة العام، المكتب هذا يحتوي عدد من الآليات وعدد من العمالة وفي عمل العادي، ولكن في الأيامات العيد يتم تجنيد كل الإدارات المساندة لها الشركة بالإضافة إلى الشركات المساندة التابعة اللي تخدم تحت الشركة، عندنا إدارة الطوارئ، عندنا إدارة المعالجة، كل الإدارات تتجند لجمع القمامة، نوقفوا حتى عن نقل القمامة من مكب سليم المرحلة للمكب النهائي ونتجند خلال 3 أيام لنقلها من الشوارع وبالتالي فيما بعد نتفرغ إلى نقل المكب النهائي. نعم سيد بشير، شكرا جزيلا لك، كنت معنا في 7. بعد الفاصل. بعد احتكارها لغير الليبيين الشباب الليبي وإقبال وحديث على مهنة الحلاقة. أهلا بكم. من بين المهن التي تشهد إقبالا موسميا فترة العيد هي مهنة الحلاقة. هذه المهنة إلى وقت قريب كانت حكرا على غير الليبيين، فمن النادر أن تجد شابا ليبيا يمتهن الحلاقة. مؤخرا ومع دخول الشباب الليبي عدة مهن طلب الرزق بعيدا عن روتين الدولة ونقص السيولة، باتت للحلاقة إقبالا من قبل الليبيين لامتهانها. خدمة تعلمناها بشوي بشوي، يعني خطوة خطوة مشت الأمور إن شاء الله. من سنوات كانت في البداية صعبة ونحن حاجة يعني أول مرة وجيدة علينا، ولكن مع تشجيع الأهل والشباب والأصدقاء مشت أمورنا واحدة واحدة والحمد لله تو ماشي أمورنا 100%. بالنسبة للحلاق الليبي ممتاز جدا ومعاملته معاملة ممتازة جدا في النظافة في فنية الحلاقة ممتازة يعني صراحة. المفروض الشباب يتجه إلى الحلاقة لأنها تعتبر وظيفة يومية ومستمرة باستمرار، والشباب يتحصل منها على مصدر رزق، ومصدر رزق ممتاز في حتى من الناحية اليومية ومن ناحية التكلفة متاعها أمورها تمام يعني إن شاء الله. خدمت مع حلاق، قعدت معه فترة نتعلم في مهنة الحلاقة، وطبعا في تواجه شوية مشاكل في هذه المهنة، لكن نشجع كل الشباب على هذه المهنة
ومهنة كويسة. وبالنسبة لمعاملة المواطن، معاملة المواطن مع الحلاق معاملة 100%، وخدمة الحلاقة خدمة مشرفة وكويسة. الحمد لله في بعض الناس وبعض الزبائن والأكثرية يعني يشجعوا في الشعب الليبي على الخدمة هذه وعلى الحلاقة، وفي بعض الناس تفضل في الأجانب وكذا، بما أن ما عندهمش ثقة في الليبيين، ولكن نحب نقول لكم جرب حلاق ليبي وبإذن الله تمشي أمورك 100%. السابعة انتهت، ملتقانا غداً.